السلام الله عليكم يا اسماء. السلام عليكم اخوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ السلام اخوتي الحباب، غادي نعطيكم واحد الخبر مزهزه مزنزن محرك مهدم. لا اله الا الله محمد رسول الله. اخوتي فين احنا غاديين؟ مين نقوع؟ مين ينتاح؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. يا ثمينو فحن جات غا 17 عام ينغيت وحرام دينها عافان جعيدة مقرى دير عيدة مقرى تينغى ومين عيد الشي ومين عيد الجارية انتين غطى حانت قزناين ذي بني زنايا قتل البنت مولات 17 عام. احنا في فرنسا بوليسي قتل البنت حرقوا عليها ما بشحال مواجز ما فيش حد نتاع الناس تكاتلو. حنا مات البنت مولات 17 عام ما تحرك فيهم العرش والو والو المظهرات والو الزكا والو الغويث والو غير بس يترو غير باها كيبكي انوضو نوضو شدو الشمكارة نوضو الشمكارة الشمكارة شدوهم اتفم الشمكارة اتفم الشمكارة ان قلتي حنجيرين العيضة مقراني نغاثة حنجيات ذي شان 8 كمر شان 9 كمر 18 عام ينغيت الزاتي 300 يوذان دي الشركة طحانت وقاكي ستمون قلت له اختي واحد الشمكار بن الشمكارة الخرى امه شافتو بيشد الموس خرج بالجنوير مشالي اللوزين بالجنوير ما تحرك فيها عظم. واش عباد الله تكبر البنت تكبرها توصلها حتى 17 عام مازالت تفاحة مازالت شجرة طالعة نقلة اعطي لي يا راسك ولا نقتلك. فين الله يعطي الصبر لباها الله يعطي له الصبر اغزاتي يثبينو واش من بديا راه حنجيا اتي دي السيوض الرديا غادي يحيجو شمكام ميس الشمكارة ويشينا عمود يمشي قتلها قدام 300 واحد. فين داك ديو هادوك 300 ديوتي والكاميرات والديوتيات كيدير مشى موراها حتى في الخدامه مشى موراها مسكينه عطالها الخدمي قد في القلب هي ماتت وهو عليها عندك دق 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 حتى صفاها لها. شوف البنت تاع حنجيه تروح تخدم يما الزريت اللي يصير موس يوسف خاس يروح غاس غا اللوزيني شنقعوا فين المراقبه نتاع اللوزينات ما تفتشوش نتوما اللوزينات ولو كان دخل عندكم شي بومبا عياش خليناه ما راه فاين ولا كيسيت بابا عياش راه في المغرب. واخوتي انا غادي ندير العدس والدجاج هذا النهار حمق غبوريغ نشطبها كيبكي 17 عام ما نعرف فوقاش تكمل 18 ما نعرف في 10 ولا في لا اله الا الله محمد رسول الله ولينا كنخافوا في بلادنا كما قال حكيني راسي ولا نبكي بغيت نقولها لكم اعطي لي راسك ولا نقتلك. امو اللي شافتو خرج بالجنوير الله يقطع شي لميمات الله يقطع شي بعدا الاول غيتناقلوا ديك امو الاولى يما بعدا بعدا تناقل اتندهم على قشط زريف يسير موس وثوح ثوح الشركات الناس ولدي ما نجيوش يخدم ما قاتلهمش ولدي راه في درموس. انا بعدا قلت لكم حنا قاوري قتل الدري مول 17 عام فرنسا كامل تهزت فرنسا كامله
حنا البنت ماتت مولا 17 عام دفنوها وانا وباها كيبكي ما وقع ليها والو ما وقع ليها الاضراب ما وقع ليها الولد يمشي يهزو داك امو ما وقع الماء والو ما وقع ليها والو البنت ماتت دفنت هاي نجع البركه هذا هو الحكم هذه هي الدوله اللي حنا بناتنا يمشيو للمغرب ولا قالوا لهم خرجوا معانا ولا عطينا النمره نتاعك ولا قالوا قالت لها لا ما نعطيكش النمره قالت لها يضربها بالموس اللور مي لا اله الا الله محمد رسول الله اوقفوا اوقفوا على رجليكم اوقفوا اش راكم كتستناو قلت لك شنابيغ نابيغ تحت نجيات زناين بني زناين بني زناين بوغتا البلاد بني زناين ترانكيل ما فيها لا سطا لا والو قتلوا البنت قتلها الشمكار بنت الشكمارة بنت الشمكارة بنت الشمكار هكا ينغيت شتا شغا يدير بها بكا ودفنها بكا ودارها تحت التراب وخطها بالتراب وغادي بحالو فين العيالات فين الرجال فين هما اللي خداوني في داك اللوزي ما ينجمش شي واحد يرفد واحد الصابة ولا واحد الفاس يعطي له الراس يتيحوتم بحال اللي قتل هذيك الروح يقتلو حتى هو شمن الرجال اللي بقاو شمن الرجال شمن العيالات ما بقى والو في المغرب بقى غير كلي وناكل كلي وناكل كلي وناكل شكم فيا ونشكم فيك سبيس الشكامه ملي شفتو الولد قتل البنت طاحتو هي مازال هكاك علاش ما قتلتوهش علاش ما قتلتوهش بوكو زي باتي يوسو غارسون شمكار داخل اش هاد الفضايح غادي نكبروا ولادنا حتى 17 راه يمشيو المغرب يقتلوهم لنا هذا ديك السيفنا فرونتا كي نغب السيفنا كي من تمنا خو السيفنا قول انتو غياكم خافوا قالك ما نمشوش المغرب يقتلونا وانا بقاو معايا نوري لكم واحد النقطة من باها ملي كان يهضر هم الشباب السيد نقول كنت هذا كنت وقذنت بناتنا خافوا قال لك يقتلونا كانوا غادي يمشيو للفاكانس قال لك ما نمشيوش غادي يعطيونا غادي يتبعونا وقتلونا انا انت نقول تاع هشام زرينت نودو نودو الحكومة نودو نودو جمعوا الشمكارة نودو السلام عليكم غندوز لكم دفينة والبنت وباها وخالتها عندهم تسعدو كنيو خمي غير تورا مشان يجني كسير موسى عشان يشن ترا كرم دي كنيو ذي وذن كنيو الشعب كنيو غزاي الشعب الفرنسا شوف الشعب نتاع فرنسا كلشي حرقو نادو ما خافوش انتو ما نطوش في كل بنت ما نطوش شتو كي كتر فيها ما عندكم غرض ماشي بنتكم والسلام عليكم مشات الخدمة وما قالتش الشيفان إلا ولدي راه الجوية شنو عنده واش دابز مع شي حد واش عنده شي مشكل في الخدمة يعني ما قالت لهمش قالت لهم أنا ولدي عيان وما قادش يخدم قالوا لها هما إلا ما قادش يخدم زعما عيان حنا عندنا الضغط وغنعطيوه حرق الراس ولا حرق الفرش المهم اللي عندهم وهكا خلاتهم معاهم مشات هي مشات والولد دز الموت وضرب لها الكبس يعني طعنها ظهرها للكبدة زيد ماشي ضربة ماشي جوج يعني طعن
غادي ندوز لكم واحد الحلقه نتاع باها كيفاش راه نتاع البنت اللي عندها 17 عام. كي نديرو حنا منين نجيو المغرب نجيبو ولادنا يقتلوهم لنا ونجيبوه في الصندوق اللي ندفنوهم تما وحنا جايين. انوضو الشعب نوضو الشعب 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 منين تشوفو شي ولد كيقتل شي بنت تحو عليه قتلوه. مي الدولة راها لا هي نوضو الشعب كيتفرج والبرهوش كيقتل البنت ونتمنى تحكموا عليه بالإعدام الإعدام